كتير على امبارح، يلا نزال 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 نحط ميوزك، قلت لهم يلا ليتس جو فور ات. عم نتظاهر بطريقة أكثر من إنه عم نحط موسيقى ودي جيز عم تلعب. بكل لبنان كل الدي جيز وحتى كل المطربين عم ينزلوا وحابين ينبسطوا ببلد بحب البسط وبحب الأمان وبحب السلام، وهي مطالبنا. كنا أنا هلا عم حضر التايلست تعيت اليوم، حننزل نلعب ميوزك بنص صيدا، فإذا بحبوا كمان يشاركونا الزعمة والوزراء اليوم فيهم ينزلوا على الساحة معنا. أنا هلأ جاهز لننزل على المظاهرة لننضم لكل الشباب والصبايا اللي هن تحت، من كبار من صغار. يلا شوفكم تحت. كلها نازلة من قلبها من قلبها ونازلة للبنان، ما تابعين لحدا، كلها أعلام لبنانية، وهيدا الشيء إن شاء الله بكفي، لأنه بتخيل هيدا الشيء اللي حيجيب نتيجة. بحلم بكتير أمور، بحلم أنه ضلني هون وكل حدا منه عايش هون تغرب لحتى يشتغل ويكون ببلد سيف وحقوقه اخدها، يرجع لهون وما نفل من هالبلد.